طبعا بالإضافة إن هي عروس صعيد، لكن هي المنطقة اللي تسمح إن إحنا ما قبلها من محافظات وما بعدها يكون في تجمع في محافظة المنيا لأول محافظات شمال الصعيد، لأن ده هيكون فيه إطلاق وطلاقة إن إحنا نكمل بقية الصعيد إن شاء الله. ده على طول سلسلة ماشية هتمشي على كل محافظات مصر، وده مشروع مبتكر من ولادنا أعضاء البرلمان، منبهر على الطلاقة اللفظية والثقافة والتثقيف السياسي والإعداد اللي قدمه نموذج من الشباب المصري لبرلمان الشباب، وقدرتهم على المحاكاة وقدرتهم على التحدث وقدرتهم على نقل التطور الكبير للدولة المصرية اللي دايما فخامة الرئيس بينادي بيه وبيعمله وبيوجه وبيكلف بيه القيادات التنفيذية والوزراء والمحافظين. فبالتالي هذا الاستيعاب والتغير الكبير جدا في عقلية الشاب المصري أكيد تغير ملحوظ وتغير كبير، وهو يواكب التغير الموجود في الدولة المصرية وجمهورية مصر العربية الجديدة. هو طبعا كان الاستعداد من بدري، من حوالي أسبوع دلوقتي، طبعا السيد والدكتور وزير الشباب والرياضة كان اتواصل معانا وعقدنا اعتزام على انه نعقد المؤتمر في محافظة المنيا بتشريف السادة محافظي الفيوم وبني سويف واسيوط، وشرفنا النهارده السيد الدكتور اشرف صبحي، والحمد لله يعني المؤتمر لاقى ترحاب من كافة الشباب على مستوى الاربع محافظات.